أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة الصحافة لهذا اليوم، ونبدأها بأبرز ما عنونت به الصحف. نبدأ بالصحف العالمية، حيث نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: السعي للانتقام، طالبان تستهدف عائلات الجنود الأفغان. ونقرأ في صحيفة الاندبندنت البريطانية: أمريكا تتحرك لتشكيل تحالف يحمي الملاحة في هرمز وباب المندب. ونقرأ في صحيفة الجارديان البريطانية: مقتل 15 امرأة وطفل على الأقل في المذبحة القبلية في بابوا غينيا الجديدة. بالانتقال إلى الصحف الخليجية، حيث عنونت صحيفة الرياض السعودية: مجلس الشورى للإعلام المرئي اضبطوا سوق الألعاب وامنعوا الفن الهابط والمسيء للسعوديين. وفي صحيفة العرب القطرية: الهلال الأحمر القطري ينظم قافلة لعلاج السوريين في تركيا. ونقرأ في صحيفة الخليج الإماراتية: الحوثي يقرر إعدام 30 مختطفاً مدرجين باتفاق السويد. ننتقل إلى الصحف التركية، حيث عنونت صحيفة يني شفق: الخارجية التركية ترد بقوة على واشنطن حول منظومة S-400 الروسية. وأخيرا نقرأ في صحيفة ديلي صباح: نظام الأسد يقتل 9 أشخاص في قصف على مشفى ومدرسة في مناطق خفض التصعيد. والآن أعزائي المشاهدين، مع عرض لرسوم كاريكاتيرية جمعناها لكم من صحف عربية ومواقع إخبارية، نتابع معا. إذن أعزائي المشاهدين، حديثنا اليوم عن الانسحاب الإماراتي من اليمن وحيثيات هذا الانسحاب وماذا سينتج عن هذا الانسحاب. يسعدني أن أرحب بضيفي عبر الهاتف الأكاديمي والمحلل السياسي اليمني السيد عادل المسني. سيد عادل، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا حبيبي. سيد عادل، بداية، ما تقوم به الإمارات، هل هو انسحاب فعلي أم هو انتشار وإعادة تموضع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من خلال المؤشرات الأولية يبدو أن الإمارات تخطط للانسحاب من اليمن بعد أن انشأت ميليشيات كبيرة في الساحة الجنوبية تقدر بثمانين ألف جندي، وهذه الميليشيات مهدورة متطرفة متصادمة مع الشرعية ومع أيضا السياسة السعودية في اليمن المتعلقة أيضا باستعادة الدولة. وبالتالي الإمارات الآن يبدو أنها تخطط لتفكير الأوضاع في اليمن عبر أيضا الدفع بهذه الميليشيات نحو الانفصال ونحو إعاقة مسار الحرب الذي قلنا يعني تدفع فيه الشرعية والسعودية لاستعادة الدولة في اليمن. طيب، وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مسؤول إماراتي بأن هذا الانسحاب يتعلق بالانتقال من الاستراتيجية العسكرية إلى استراتيجية السلام، يعني كيف تعلق على هذا التصريح؟ هل هو فعلا يعني انتقال إلى استراتيجية السلام ونشر السلام في اليمن؟ السياسة الإماراتية في المنطقة برمتها يعني واضحة وتهدف إلى زعزعة الاستقرار ونزع السلام من المنطقة، وهذا واضح أيضا ليس في اليمن فقط ولكن في ليبيا ومصر والسودان وغيرها. الإمارات تتزعم الفوضى في المنطقة، وبالتالي هي تنفق لهذه الأجندات الأموال الكثيرة وتنشئ لها ميليشيات. واضح في اليمن
انها يعني دفعت المملكه العربيه السعوديه الى مستنقع الحرب، بينما عمدت هي الى انشاء تشكيلات وسيطرت على المجال المحرر بالكامل عبر هذه التشكيلات، وهي الان بعد ان يعني كونتها تنسحب باشاره ايضا لتفكير الاوضاع مجددا امام الشرعيه التي والمملكه العربيه السعوديه. الامارات لا تهدف الى السلام ولا ايضا الى استعاده الحرب ودعم يعني اهداف التحالف التي اعلنتها المملكه العربيه السعوديه عبر عاصمه الحج. الامارات تهدف الى يعني الانفصال، الى مزيد من التشظي، الى يعني مزيد من الفوضى في اليمن وتفكير الاوضاع. وهذا هو ما يقلق اليمنيين عبر هذه الخطوات الفجائيه. وانا اعتقد ان تدخل الامارات كان وضعا كارثي، وانسحابها هو اخطر واكثر. نعم. لما له قلنا لارتباطه بهذه الاجندات المتطرفه في الساحه اليمنيه. طيب ابقى معي سيد عادل المسني، سنشاهد هذا التقرير او المقال الذي نشرته صحيفة القدس العربي، ثم نعود لنستكمل النقاش. بات من المعروف الآن أن دولة الإمارات العربية شرعت منذ أسابيع في تخفيض قواتها العسكرية المتواجدة على امتداد مناطق مختلفة في اليمن، والتي كانت قد انتشرت ضمن مشاركة أبوظبي الواسعة في العمليات القتالية للتحالف الذي تقوده السعودية هناك منذ آذار مارس 2015. وأشارت تقارير صحفية إلى أن التخفيض لا يقتصر على أعداد الجنود، بل يشمل أيضا معدات عسكرية هامة وثقيلة، كما يمتد نطاقه من العاصمة صنعاء وجنوب مأرب وصولا إلى ميناء عصب الإريتيري الذي يعتبر نقطة انطلاق القوات الإماراتية. وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد نقلت عن مسؤول إماراتي رفيع طلب عدم ذكر اسمه قوله في دبي إن تخفيض هذه القوات يجري لأسباب استراتيجية وأخرى تكتيكية، مستكملا بذلك ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول إماراتي من أن الإمارات ستنتقل من الاستراتيجية العسكرية إلى استراتيجية السلام أولا. ومن الواضح أن هذه الأقوال تسعى إلى تغطية الأسباب الفعلية وراء القرار الإماراتي، والتي يأتي في طليعتها إدراك أبوظبي أن الحملة العسكرية للتحالف وصلت إلى طريق مسدود وباتت عاجزة عن تحقيق أي نصر عسكري ملموس يمكن أن يقلب الموقف جذريا أو يحسم الحرب لصالح الرياض وأبوظبي أو أي منهما. السبب الثاني هو إحساس السلطات الإماراتية بالذعر إزاء تطور أشكال الرد العسكري من الجانب الحوثي، خصوصا استهداف المطارات ومصافي النفط في العمق السعودي باستخدام الطائرات المسيرة المحملة بمواد انفجارية، والذي سبق أن شمل بعض الأهداف داخل الإمارات، ويمكن بالتالي أن يتوسع من ناحيتي الكم والنوع على غرار ما تعاني منه السعودية. كذلك فإن استهداف سفن الشحن التجارية الراسية في ميناء الفجيرة ثم ناقلات النفط في بحر عمان أطلق أكثر من جرس إنذار واحد في أبوظبي، ولعله يفسر أيضا تركيز السلطات الإماراتية على نقل بطاريات باتريوت وأنظمة ثاد المضادة للصواريخ من مرابض انتشارها في اليمن إلى الداخل الإماراتي. السبب الثالث هو تخوف السلطات الإماراتية من إمكانية الوقوع في تقاطع النيران بين الولايات المتحدة وإيران، إذ تطورت الحرب الكلامية الراهنة إلى مواجهات عسكرية من أي نوع، خصوصا إذا تعددت ميادين الاشتباك فشملت اليمن أيضا. ورغم تكديس الإمارات ترسانة هائلة من الأسلحة بلغت حقودها مئات المليارات من الدولارات، فإن الجيش الإماراتي ليس مهيئا للانخراط في هذا المستوى من الصراع العسكري، والسلطة الحاكمة في أبوظبي أبعد ما تكون عن التحلي بالجسارة اللازمة للدخول في مجازفة من هذا النوع. وبين أن يكون انسحاب الإمارات من اليمن تبشيرا بمرحلة استراتيجية السلام كما يقول المسؤولون الإماراتيون أو إقرارا بالهزيمة، ولكن على نحو مبطن يحفظ ماء الوجه كما تقول الوقائع، يبقى من الثابت أن أطماع أبوظبي في موانئ اليمن ما تزال قائمة، وتشهد عليه ممارسات القوات الإماراتية في المخاء والمكلا وعدن والحديدة وذاتها. ولذلك لم يكن مستغربا أن التخفيض لم يشمل مناطق في شبوة والساحل الغربي، بل جرى العكس عمليا وتم تعزيز القوات في هذه المناطق. وأما المؤشر الأهم وراء القرار الإماراتي فإنه ارتقاء الخلافات بين الرياض وأبوظبي حول إدارة ملف اليمن إلى مستوى الافتراق الميداني، وهذا أمر يستحيل إخفاؤه أو تجميله.
إذا استمعنا أعزائي المشاهدين إلى هذا المقال الذي نشرته صحيفة القدس العربي. سيد عادل أعود إليك، هل المقصود الآن هو تسليم الأراضي التي كانت تسيطر عليها الإمارات في اليمن إلى الميليشيات، يعني مثل ميليشيا طارق عفاش، طارق محمد صالح؟ في الحقيقة الخطوة الأساسية من هذا التصعيد الإماراتي هو وضع التحالف والشرعية في الزاوية، وهذا يفسر في الحقيقة غياب التنسيق والتشاور مع دول التحالف حول مع المملكة العربية السعودية حول الانسحاب. سينية واضحة إلى أن البديل لتسلم هذه المناطق هي الميليشيات، وهذا يفسر كل هذه الأجندات السيئة التي كانت وراء الانسحاب. نعم. في الحقيقة أن الإمارات كانت دولة قوية في تحالف استعادة شرعية، وكان المفترض أن هذا الانسحاب يكون بتنسيق مع المملكة العربية السعودية والشرعية وملء الفراغ، لكن هذه الخطوة الفجائية تفسر أن البديل هو طارق وأيضا الميليشيات الأخرى المتعلقة بالحزام الأمني والنخب الموجودة في المنطقة في المناطق الكردية. طيب لماذا يعلن طارق عفاش أنه المسؤول عن جبهات الساحل الغربي، ولماذا يعني لا ينضم إلى الجيش الوطني اليمني؟ هذه الميليشيات أنشئت في الأساس لضرب الجيش الوطني وللإطاحة بالشرعية، فمن غير المستبعد أن تكون هي في صلب الجيش الوطني. والإمارات انسحبت بعد ما تأكدت بأن هذه القوة أصبحت قادرة على تحقيق أجنداتها في استكمال الإطاحة بالشرعية ونفوذها من المناطق المحررة. وأعتقد أنها الآن اطمأنت من خلال إعلان الانسحاب عبر هذه الأجندات، لأن يعني أطماعها ستبقى في اليمن، وأن هذه الميليشيات ستسير أيضا في استبعاد أي إمكانية لملء الفراغ عبر الشرعية وعبر مؤسساتها الموجودة في الساحل الجنوبية، والتي الآن هي مستنفرة جرى هذا الخطوة الأخيرة، والتي ستعلن بها هذه الميليشيات الصدام النهائي مع الشرعية ومتحفزة لهذه الخطوة الإجراءات. وبالتالي هنا قلق كبير من الأوضاع. الجميع يدرك بأن انسحاب الإمارات بهذا الشكل الفجائي وتسليم المناطق المحررة لهذه الميليشيات الضخمة المتطرفة هو رسالة يعني معقدة لدول التحالف. طيب. للمملكة العربية السعودية والشرعية، وقد يحمل أيضا يعني تطور خطير ودفع المناطق المحررة كلها إلى أتون حرب. طيب في الأيام القادمة سيد عادل، هل ستكون هناك مواجهة بين ميليشيات طارق عفاش والجيش اليمني الشرعي؟ هو في الحقيقة ميليشيات طارق عفاش في الساحل الغربي، لكن الخطورة تكون في الميليشيات الأكثر تطرف والموجودة في المناطق الجنوبية المثلة بالحزام الأمني وبقية النخب، والتي قلنا هي تحضر للصدام وإنهاء دورة شرعية في هذه المناطق، وهذا يعني يعود باللائمة على الإمارات التي لم تفكك هذه الميليشيات ولم تسلم المناطق المحررة للشرعية وللمملكة العربية السعودية باعتبارها هما شريكة المعركة وإعادة الدولة. نعم. الخطورة في هذا الانسحاب هو في هذه الخطوة الاستفزازية الكبيرة التي قد تدخل اليمن في أتون حرب أهلية طاحنة، والتي يلقي المسؤولية بشكل يعني كبير على الإمارات، والدفع بهذه الأجندات الآن في هذا التوقيت الحساس التي يتضخم فيه خطر الحوثيين عبر يعني تطوير أسلحتهم الصاروخية واستهدافهم المملكة العربية السعودية، تقوم الإمارات يعني بالانسحاب وتسليم كامل المناطق لهذه الميليشيات. هذا يشكل يعني تهديد كبير للمنطقة وتهديد للأمن والاستقرار في اليمن وللمملكة العربية السعودية، وخذلان كبير للمملكة وللتحالف قبل أن يكون للشرعية اليمنية. وصلت الفكرة، أشكر جزيل الشكر السيد عادل المسني الباحث والأكاديمي والمحلل السياسي اليمني على مشاركتك معنا. يسعدني أعزائي المشاهدين أن ينضموا إلي أيضا السيد وديع عطا المحلل السياسي اليمني. سيد وديع، ما مخاطر الانسحاب الإماراتي من اليمن؟ الحقيقة لا نستطيع أن نطلق على ما تم من خطوات حتى الآن بأنه انسحاب إماراتي، لأنه حتى الآن هو عبارة عن إعادة تموضع، انتقال لبعض القوات العسكرية وانسحابها من مواقع إلى مواقع أخرى، ولم تنسحب إلى خارج اليمن حتى نعتبره انسحابا
حقيقيا. لكن الخطورة تكمن في أن كثير من هذه القوات العسكرية التي انتشرت على امتداد الساحل الغربي خصوصا ابتداء من باب المندب وصولا إلى مشارف مدينة الحديدة، الخطورة بأن يعني الإمارات ستسحب كثير من آلياتها العسكرية التي كانت تعتبر العصب يعني العصب الرئيسي لهذه العمليات العسكرية، وبالتالي لن يبقى إلا بعض الدوريات العسكرية وبعض الإمكانات المتواضعة التي لا يمكن أن تحقق التكافؤ أو تكافؤ القوة مع القوة الأخرى، يعني ما يجعل هذه القوات المتناثرة على امتداد الساحل الاتهامي الغربي هناك يعني تحت وطأة الصواريخ الحرارية والصواريخ الموجهة من قبل الحوثيين. أعتقد أن الرجال لديهم القوة والشجاعة ما يمكن أن تستمر به المعركة، لكن بإمكان المملكة العربية السعودية أيضا أن تثبت حسن نواياها في مسألة قيادة هذا التحالف وتحقيق الانتصار المطلوب بدعم أو ملء هذا الفراغ الذي يمكن أن يترتب عن هذا الانسحاب التكتيكي من قبل الإمارات. طيب ما رأيك بإعلان طارق عفاش بسيطرته على الجبهة جبهات الساحل الغربي؟ نعم، أنا ابن هذه المنطقة وأستطيع أن أقول بأنه على مدى عام كامل منذ وصول قوات العمالقة وما يسمى وإنشاء ما يسمى بحراس الجمهورية والمقاومة التهامية وتشكيل ما يسمى بالقوات المشتركة، على الدوام حرصت القوات يعني الإدارة العسكرية الإماراتية على تجنيب أبناء تهامة وأبناء الحديدة وأبناء الأرض أن يكونوا قيادات عسكرية ميدانية يعني تنفيذية أو قيادات يعني ذات أرقام أولى في القيادة والتنفيذ، وأن يكون إليهم الأمر الفعلي يعني داخل الميدان فقط لتخلي الساحة لطارق عفاش ورموزه الذين كانوا إلى وقت قريب هم مع الحوثيين وخرجوا كثير من يعني من الدفع العسكرية من القناصة والصاعقة يعني والقوات الخاصة التي تستخدم لقتل الأبرياء من أبناء تهامة وأبناء تعز في بعض الجبهات. اليوم طارق عفاش يزعم بأنه أصبح قائدا لهذه الجبهة، لكن أنا أستطيع أن أؤكد لك بأن الأمر لم يستتب له، لأن هناك أكثر من تناقض أكثر من توجه أكثر من تيار يتواجدون في هذا المكان. لماذا الإمارات تدعم يعني أفراد عائلة علي عبد الله صالح وتترك يعني الحكومة الشرعية اليمنية؟ الإمارات تبحث عن عصابات ومرتزقة ليكونوا مؤتمرين بأمرها وسهلين وطيعي التحرك في أي اتجاه يمكن أن توجههم إليه. يعني أبناء عفاش في الأخير يعني حولوا من أنفسهم إلى عصابة للإيجار مقابل الحفاظ على مصالحهم في تلك يعني في الإمارات والمقدرة بالمليارات. الإمارات تريد أن تستخدمهم وهم يعني لا يملكون من خيار آخر، خصوصا أن بعض عائلاتهم هناك نستطيع أن نقول بأنهم لم يملكوا حتى يعني خيار إعادتهم من أبو ظبي ومن دبي. لكن أستطيع أن أؤكد بأن المقاومة التهامية ورجال تهامة لن يسمحوا باستلباب الأمر لطارق عفاش، وكذلك رجال القوات السلفية التي هم محسوبين على التيار السلفي لا أعتقد أنهم سيسلمون بهذه السهولة، لأن بينهم مخلصين لمعركتهم ويعتقدون بأنهم لا يمكن يستخدموا كأدوات في معركة شكلية. طيب هل نحن بانتظار مجلس انتقالي شمالي مثل المجلس الانتقالي الجنوبي يقوده طارق عفاش؟ من الصعوبة بمكان الحكم على ذلك، لأنه من المبكر أن نقول مثل هذا الحكم، لأنه هناك أيضا تيار سلمي في الحراك التهامي يريد أن يكون مع الدولة ومع الشرعية ولا يمكن أن يرتهن الآخر. هناك فقط بعض الأصوات الشاذة التي تقلد الجنوبيين في بعض الشعارات وبعض اللافتات، لكنها عمليا ستكون فاشلة لأنها لن تجد حاضنة حقيقية. نحن أبناء تهامة وأبناء الحديدة لا يمكن إلا أن نكون مع الشرعية ومع الجمهورية، ولكن مع احترام أيضا إرادتنا واحترام ما نستحقه من مكتسبات الجمهورية. وصلت الفكرة، أشكر جزيل الشكر السيد وديع عطا المحلل السياسي اليمني على مشاركتك معنا. إذن أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي فقرة الصحافة، فاصل قصير ثم يسحبكم زميلي صلاح بابقي لاستكمال حوار المنتصف، ابقوا معنا.